الفقرة دي اسمها الفوتوشوب. هنعرض لك بعض الصور وهنحطك في مواقف يمكن انت مش فيها خالص، بس احنا هنفترض ان انت فيها. لا اذا كان كده افترضي براحتك. اتفضل بص على السكرين. تامر حازم صلاح ابو اسماعيل. ايه رايك باللحيه دي؟ بس تصدقي حلوه. كنت حاطه ولدانك؟ لا طبعا، لانه ما كملوا سنه، وسنه كانت كفيله ان انا اربي دقني. اشتغلت بالواسطه في ماسبيرو؟ جزء من الواسطه. جزء من الواسطه. يعني اذا كنت بتسمي الفرصه واسطه هيبقى انا اشتغلت بالفرصه. هي ليها تسميه تانية؟ ليها ايه؟ الواسطه الكامله، كلمه الواسطه بمدلولها السيء ان انت تبقي لا تصلحي، وتبقى عندك عاهه تمنعك ان انت تقدمي في المجال ده. لا انا مش عاهه. لا مش عاهه، قصدي مش عاهه مستديمه، انا قصدي سبب ديفو عيب في عدم قبول في اختبارات. الاختبارات دي هي اللي بتحدد. طبعا. فلما اخش الاختبارات واطلع الاول. بس لو ما كانش باباك امين بسيوني كان ممكن تبقى قاعد قدامي النهارده واسمك تامر امين الاعلامي؟ ممكن يبقى لا، الله اعلم، انا ما اقدرش اقول لك انه لازم يبقى ممكن يبقى لا. انا بقول لك الفرصه هي اللي وفرها لي ان امين بسيوني قال لهم خدوه اختبروه. نجح ما نجحش هو ده اللي قاله، وانا الحمد لله نجحت، وكانت لجنه موجوده من اعلاميين موجودين دلوقتي ممكن تساليهم. احنا بنجمل، بس في النهايه هي واسطه، وانت قلت ان هي واسطه. هي فرصه واسطه. نبص على الصوره اللي بعدها. لا مش هبص، هي فرصه. يلا تامر بص، لازم تبص الفرصه هتفوتك حالا. اتفضل. هي فرصه. ايه رايك؟ حلوه. شكلك حلو في الصوره دي. لا مش شكلي مش حلو قوي، لاني برضو اكتر واحد في الدنيا. انا زي كنت بقول لك عايز ارحل رقصات من مصر. هطبل. طب ليه بتتصور مع مروه لما انت عايز ترحل رقصات من مصر؟ اكيد ما بتصورش، اكيد التقطت الصوره. التقطت بس كانت فين؟ كانت في مكان عام، او يكون فين يعني؟ كانت مروه جنبك ولا مش جنبك؟ طيب ماشي. إيه يبقى التقطت، يعني انتوا موجودين في مكان واحد ومبسوط وقاعد جنبها. لا ما كنتش قاعد، الصوره كانت واقف وانا داخل الحفله. واقف جنبها. ايوه صح. تمام. بقول لك انا ما بنساش، ما تقلقيش. 100 100. انا داخل مبسوطه بيك قوي. انا داخل ذاكرتك قوي. حفله عامه كويس، وعلى الترابيزه اللي كنت معدي جنبها مروه، فوقفت وسلمت عليا، وكانت اول مره يعني نلتقي، وقالت لي ساعتها انت ليه ما بتستضيفنيش ومش عارف ايه، فكلمنا دقيقتين كده. ممكن تستضيف مروه؟ ايه ممكن تستضيف مروه؟ مستحيل.